لما بتبطل على نعمة ربنا اديها لك بيتقال عليك بتتنمرد وبتبقى شخص نمرود. اهو الاسم ده بقى ظهر نيابة عن الشخص اللي هنتكلم عنه النهاردة وهو النمرود. على مدار تاريخ الارض شهدت حكام جبابرة كتير جدا، في منهم اللي كان ظالم ومنهم اللي بيعذب شعبه ومنهم اللي كان مستبد، لكن النمرود كان ميكس ما بين كل دول. عدى كل الحدود وكان اول واحد يلبس التاج على راسه ونصب نفسه اله. اسمه النمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح عليه السلام، وهو من نسل سيدنا نوح. النمرود واحد من الاربع حكام اللي حكموا الارض من مشرقها لحد مغربها، وكان منهم اثنين مؤمنين وهم سيدنا سليمان عليه السلام وذو القرنين، واثنين كفار وهم النمرود وبخت نصر. النمرود ربنا انعم عليه بان عصره كان من اكثر العصور اللي كان فيها رخاء وازدهار، وعمل امبراطورية كبيرة جدا على ارض بابل، ده غير انه بنى واحد من عجائب الدنيا السبعة وهو برج بابل، وكان عنده جيش قوي جدا من اقوى الجيوش اللي عرفتها البشرية قدر يسيطر على الارض كلها، لكنه ما فكرش طبعا زي ما احنا بنفكر دلوقتي وان كل دي نعم ربنا ادهاله، ورفض وجود حاكم غيره واتحدى ربنا عز وجل وادعى الالوهيه. النمرود في يوم بيحلم حلم غريب ان في كوكب اختفى من السماء، فبيجيب كل الكهنه والمنجمين عشان يفسروا الحلم ده، واللي بيفسروه بان في طفل هيتولد هيشيله من الفقم وياخد مكانه. فما كان على النمرود الا انه يامر جنوده بقتل اي طفل يتولد، لكن ام سيدنا ابراهيم بتقدر تخبيه فتره وبيكبر فعلا وبيعبد ربنا، وبيكون عقبه حقيقيه في طريق النمرود اللي اصبح اله ما بين الناس، لان النمرود كان متعود انه بيوزع الاكل على الناس بنفسه في ساحات شعبية، بيوقف كل واحد وبيسأله سؤال: من ربك؟ ولو جاوبت أي حاجة غير أنت ربي ما بتاخدش أكل وممكن كمان يقتلك. وفي الغالب كان كله بيقوله أنت ربي عشان ياخد الأكل ويروح، لحد ما في يوم سيدنا إبراهيم كان بيتمشى ولقى الناس دي واقفة فوقف معاهم، وجاله النمرود وسأله السؤال فجاوب إجابة مختلفة، فرد عليه النمرود: وماذا يفعل ربك؟ فرد عليه سيدنا إبراهيم وقال له: ربي الذي يحيي ويميت. فقال له: عادي يعني انا احيي واميت. وامر جنوده ان هم يجيبوا اثنين من الناس اللي واقفه، وقتل واحد واطلق سراح واحد. فسيدنا ابراهيم قال له: خلاص صح اللي مات بقى. فاتصدم شويه وعشان يهرب من الموضوع راح قايل له: وماذا يفعل ربك ايضا؟ فراح قايل له: ربي ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. فاتصدم اكتر وما ردش عليه وما خلاش جنوده تقتله عشان ما يبانش ان هو ضعيف واتكشف. بيقال ان ربنا بعت للنمرود ملائكه عشان يؤمن بالله فرفض تماما، فبعت له مره ثانيه ورفض، وبعت له مره ثالثه ورفض، وكل دي كانت انذارات من ربنا. ربنا بيديله فرصه، عطاله نعم كتير جدا وعطاله فرصه واثنين وثلاثه عشان يرجع للطريق الصحيح، لكنه رفض. فربنا انزل غضبه عليه. نسيت اقول لك ان النمرود حكم الارض 400 سنه، فكان انتقام ربنا من النمرود الظالم المتكبر انه بعت جيش من البعوض اهلك جيشه تماما، بعوضه منهم دخلت في دماغه قعدت 400 سنه قد الفتره اللي حكم فيها الارض. وبيقال انه كان بيحس بالم شديد جدا، وعشان الالم ده يهدى كان بيتضرب بالابائيب. عاش 400 سنه في عذاب قد ال 400 سنه اللي حكم فيهم الارض. صحيح ان النمرود انتهى، لكن في ما بيننا 1000 نمرود. اللي ما بيقدرش النعمه اللي ربنا عطاها له نمرود، واللي بيتكبر وبيستغل السلطه اللي ربنا برضه عطاها له نمرود، واللي بيكسب من شغله بطرق غير مشروعه نمرود. فنصيحتي ليك يا ريت ما تتنمرتش على حاجه، واكيد دلوقتي عرفنا كلمه ما تتنمرتش جت منين. انا احمد حسن حفني، وهنتقابل باذن الله في حلقه جديده قريب جدا.